على كل، من دبي انضم إلينا عبر زوم هذا المهندس أيمن عيتاني، مستشار استراتيجية رقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك معنا سيد عيتاني. إذا ماسك يريد أن يشتري تويتر، صفقة مفتوحة لتحويل تويتر كلها إلى ملك شخصي لماسك وتحويلها إلى برايفت كومباني، إلى شركة خاصة. كيف تفهم هذا؟ هل تعتقد بأنها سوف يقبل المساهمون ببيع حصصهم لماسك؟ يعني زينا إيلون ماسك مولع الدنيا، يعني في حركة إعلامية كتير كبيرة، في حركة بالإعلام وبالبزنس وعلى تويتر وعلى الإنترنت، كل الحكي هلأ على إيلون ماسك وتويتر. وحتى هو هلأ يعني من أقل من ساعة طلع لايف على الإنترنت، يعني كان في مؤتمر تد العالمي لايف، وحتى طلع كان أول مرة بيحكي بصوت وصورة مش بس على تويتر بالرسائل، يعني على هو شو فكرته وعم بيوضح كان فكرته من وراء ليش بده يشتري وتويتر. شو وهو حسب أبرز اللي حكيه قال؟ أيوة. بيركز على حرية التعبير، هو بالنسبة له حرية التعبير، وهو يفسر شو يعني حرية التعبير بمفهومه هو. بيعتبر في شفافية، يعني في حال في شخص نحن ما بنحبه حكي شيء ما بنوافق عليه، تويتر هي اليوم بتخليه يوصل لعدد كبير من الناس، فهو أو بتقول لا نحن ما بيوصل لعدد من الناس، فهو حابب الخوارزمية هيدي كلها كيف بتخلي المعلومات توصل تنتشر أو تتوقف، بده هيكون في شفافية كاملة من مؤسسة تويتر على ليش سمحنا لهالشخص يوصل ولا غير شخص ما يوصل، فعم بيركز على الشفافية وحق الشفافية هو فيه. طيب هل تتوقع أيمن بالفعل أنه هذا هو هدفه لإيلون ماسك؟ يثير الجدل، يثير الشكوك دائما إيلون ماسك بكل ما يقدم به، والسؤال الكبير يعني هل هو يريد الربح؟ هل هي صفقة رابحة؟ هل تويتر شركة رابحة؟ أم هنا يبحث عن السيطرة، وسيطرة لأي مدى؟ ليس فقط على هذه المنصة المهمة، ولكن ربما يعني دمج التكنولوجيا مع البزنس، مع المال، مع السوشيال ميديا، امتلاك منصات التواصل الاجتماعي. هل هو زين سؤالك انت بمحله، بس الجواب صعب. أي. ليش؟ لانه بالذات ايلون ماسك طريقة تفكيره مش عالمية، فضائية، يعني هو بده يطلع صح. الإنسان على المريخ، يعني عم بفكر بطريقة كثير كبيرة هذا الشخص. بس نحن لازم نشوف، نحن في كثير ناس عم بيكون هن يعني معهم كثير فلوس، يعني مليارديرية، عم يشتروا مجلات، يعني مؤسس أمازون اشترى جريدة، غير مليارديرية اشترى مجلة تايمز، بس عادة بيشتروها 190 مليون دولار، 250 مليون دولار، مش ب 43 مليار. أي هلا اكيد في هدف، في كذا هدف اساسي منه. قال هو هلا يعني بالمقابله من اقل من ساعه قال انه هو المردود مش مالي، بس نحن خلينا نفكر فيها شوي اكثر. نحن كل شيء صعب ايلون ماسك حط ايده عليه عم يقدر يطلع منه مصاري، يلي هي بسبيس اكس او بسيارات تسلا، يلي هن في خساره كبيره على فتره طويله، بعدين بيقدر يقلبها لانه طلع مردود مالي اكبر من هيك. بس اكيد هو هون حيكون عنده صعوبات كثير، لانه بسبيس اكس موضوع خاص وصعب، وعدد الناس اللي بتفهم بهالمصلحه كثير قليل بالعالم كله. بتويتر كل ما يصير في مشكله عالميه بشكل على تويتر حيدقوا باب يقولوا له ليش عملتوا هيك، ليه عملتوا هيك، فحيكون بده هيدي اصعب له. نعم. طيب باختصار شديد أيمن، اليوم تأثير هذا الاتصال الرقمي والإعلام الرقمي كله، هل يتحمل بأن يكون بيد شخص؟ يعني فيسبوك مالكه شخص مع إنستغرام، تيك توك، تويتر منصة سياسية خطيرة مهمة، هل تعتقد بأنه سوف يكون لهذا تأثير من حيث التملك أم يبقى في المساهمين الآخرين؟ بدقيقة لو سمحت. ما في ملكة هو كشخص، يعني هني يعني بأمريكا طريقة المؤسسات لازم يكون في عدد مستثمرين، وخاصة المؤسسات الكبيرة مثل هاي والعدد كبير بالآلاف، يعني تقريبا تحت الأقل من 2000، فهو حيكون المالك الأكبر، بس ما في يكون هو الشخص لحاله يلي حيكون مالك كل شيء. وحتى هو قال مين ما بده يوقف معي بهالمرحلة من المستثمرين الحاضرين هو حاضر يشتغل معه. طيب شكرا لك أيمن عيتاني، مستشار استراتيجية رقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، حدثنا من دبي، شكرا لك.